أعتقد بأن يعني 1016 كمجمع، وبما أشار إليه سعادة النائب تبين إحدى المشاكل، وإن كانت هي هذه مشاريع تم بناها من القطاع الخاص، لكن ما يعني وزارة الأشغال هو توفير البنى التحتية وما يخص موضوع الصرف الصحي. وأكدنا في الإجابة أيضا أن موضوع مشروع الصرف الصحي في 2016 تم البدء في الإجراءات فيه، وأيضا إضافة على ذلك الوزارة أكدت أن هناك تطوير إلى الخط الرئيسي الناقل ليستوعب المناطق الأخرى. فعندنا مشروعين في دورة الميزانية الحالية، واللي بدأنا في إجراءات أيضا المناقصة وطلب الميزانيات حتى نمشي في المشروع. أكد أن 2016 من المشاريع الموجودة واللي سعت الوزارة للتنفيذ فيها، باعتبار أن هي هذه المشكلة الأساسية في 2016 اللي ممكن تكون أحد الحلول الأساسية للمعاناة فيما يتعلق بطفح مياه خزانات التحليل في العمارات الخاصة.